الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ولمحمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة يقول فيها فإن قلت فإن قلت إشكال هب أن الإنسان الفاعل المختار ليس بعلة تامة لكن الواجب عز اسمه فاعل مختار نعم لا شك ذلك الله تعالى مريد وأينما تكون الإرادة يمكن أن يفعل ممكن لا يفعل وهو علة تامة لما سواه جيد هذه سلمنا على مبنى المشاء إلا فاعلية تامة وليس علّة تامة علّة فاعلية تامة فالمشكل هنا خلط بين العلة الفاعلية التامة والعلة التامة فاعل تام غير العلة التامة إذا كان هو علة تامة عند المشاء كما يقول المستشكل فما احتاج إلى الوالدين ينتج الولد مباشرة لنوع لا تامة لأن هذه المعدات ما هو دورها تصير لغوا فاعل تام وكون أو كون لأن العبارة بدأت بأن أن كون العالم ما سوى الله وكون العالم واجبا بالنسبه اليه واجب الصدور يعني وصل الى ضروره الوجوب بالغير بالنسبه اليه بالنسبه الى الواجب ينافي هذا الوجوب ينافي حدوث العالم الزمني يعني إذا بنينا على هذا الوجوب بالغير أو بالقياس لا فرق فينتفي الحدود الزماني يعني هذا العالم لم يسبقه عدم زماني لأن يعني المتكلم هكذا يفكر هذا هو تفكيره فلسفته عملية الخلق لا تتم إلا إذا كانت هناك فاصلة زمنية لم يكن فيها العالم ثم أفضته العلة في نقطة زمنية محددة هذا هو تفكيره فإذا كان العالم ما سوى الله صدر بالوجوب بالغير والله علة تامة فحيث كان الله تعالى ولا بدء له تعالى أزلين ولا نهايه له ابديا فيكون العالم معه نعم فينتفي الحدود الزماني نعم ولذلك اختار قوم وهم المتكلمون نعم الاشاعره ان فعل المختار لا يحتاج الى مرجح نعم نحن بينا أن الفعل الاختياري يبدأ بالعقلانية وينتهي بالإرادة هذا هو حقيقة الفعل الاختياري نعم الإرادة في هويتها يمكن أن تختار ألف يمكن أن تختار لا ألف هذه في هويتها أما في سياق اختيار ألف يبدأ الفعل الذي يترشح بحرية مطلقة يبدأ بعقلانية هناك مقام الترجيح ملاكات ترجيح الفعل ألف على لا ألف ثم تصل النوبة للإرادة فالإرادة تختار ألف بحرية مطلقة نعم هنا لا يقولون ولذلك اختار قوم لا الأشاعره أن فعل المختار لا يحتاج إلى مرجح بمجرد قول فعل مختار بدون مرجح تناقض فيه في الاختيار إذا ماذا تفهم من هذه المباني أن الحقائق ليست واضحة في أذهان المتكلمين خرطون هكذا يتحدثون فقط بدون معرفة عميقة بالواقع الخارجي بمجرد أن تقول فعل مختار يعني صدر بحرية اختيار يعني عندنا إرادة رجحت هذا الفعل على اللافعل فعل وفقا لمرجح خاص أين يتجلى هذا المرجح في العقلانية في العلم نعم واختار بعضهم أن الإرادة مرجحة بذاتها لا حاجة مع إلى مرجح آخر يعني الفعل الاختياري عندهم أو حرية الاختيار فقط بالإرادة تبدأ بالإرادة وتنتهي بالإرادة لا أبدا لا أبدا خروج الإرادة من دائرة هويتها إلى حرية الاختيار, الاختيار حتى ترجح الفعل يحتاج إلى عقلانية سابقة حتى في الواجب تعالى حتى في الواجب تعالى نعم واختار بعضهم بعض الأشاعرة نعم أن الإرادة مرجحة بذاتها للفعل لا حاجة معها إلى مرجح آخر، واختار جمع نعم وما قدماء المعتزلة أن الواجب تعالى عالم بجميع المعلومات لا شك في هذا، فعلم فما علم به أنه ممكن سيقع، سيقع يفعله، فما علم ما مبتدأ، ما علم منه أنه ممكن. سيقع يعني ممكن قادر للو... أن يتحقق يفعله وما علم ما أنه محال لا يقع لا يفعله نعم هذه لا شك فيها نعم فالله تعالى يفعل الممكنات إن المستحيلات لا, تت... لا تتعلق بها الأعدام فقط في سياق الماديات يفعل بالتدرج حفيدك الآن غير موجود إذا تهيأت الظروف المناسبة يتحقق. نعم. لكن العلم وحده لا يكفي، العلم والإرادة هو الذي يعين الاختيار. واختار آخرون معتزلة ظاهرا أن أفعاله تعالى تابعة للمصالح. جيد أين المشكلة في ذلك تابعا للمصالح نعم الفيلسوف يقول الخير وإن كنا غير عالمين بها يمكن كالصلاة مثلا الحج ما نعرف به هذه المصلحة فما كان من هذا مصلحة في وقت تفوت له لو لم يفعله في ذلك الوقت فعله في ذلك الوقت دون غيره هنا هذا المعتزلي يركز على العلم لا العلم لوحده لا يكفي قلت لكم حريه الاختيار التي على اساسها يترشح الفعل تبدا من العلم يعني العقلانيه وتمر بالاراده والعلم تنوير الاراده منجزه بدون هذا لا يمكن لا العلم لوحده كما يقول المعتزله وكما يقول افلاطون ولا الاراده لوحدها قلت سيد العلامة يجيب عن هذه الأمور التي لا تليق بكتاب نهاية الحكمة. قلت معنى كونه تعالى فاعلا مختارا. جيد على الأقل ننفتح على مبنى آه عميق فاعلية الله تعالى الاختيارية. معنى كونه تعالى فاعلا مختارا. ما معنى آه كون الله تعالى فعل مختار مهمة جدا نعم أنه ليس وراء ليس وراءه تعالى شيء يجبره على فعل فعل أو ترك فيوجبه عليه نعم هذا تعريف للإرادة تعريف الإرادة أنه إن شاء فعل وإن شاء إن لم يفعل يعني ما فيه قوة خارجية تجبره جيد لكن الله تعالى يفعل بعلم الإرادة حتى ترجح الفعل على اللافعل يجب أن تمر بالعلم ثم هذه الإرادة هي التي ترجح ليس العلم العلم يضيء فنوس يعطي المرجحات للإرادة فالإرادة هي التي تبادر فيتعين حرية الاختيار فيحقق الفعل ألف على اللا ألف نعم معنى كونه تعالى فاعل مختارا أو ليس وراءه تعالى شيء يجبره على فعل ترك فعل أو ترك يوجبه عليه نعم فإن الشيء المفروض يعني الشيء الذي يجبر الله تعالى فرضا إما معلول له أو غير معلول إذا كان هذا الشيء الذي يجبر الله تعالى معلول لله كيف ينقلب المعلول مجبرا لله تعالى الفقير لا يجبر الغني واما غير معلول يعني ليس من سيخ مخلوقاته فيكون اما اما واجبا مداخلة في التوحيد او شيء اخر والثاني محال انه اما واجب اخر او فعل لواجب اخر وادله التوحيد تبطله لان كما سياتي في الالهيات بالمعنى الاخص ان المرتبه الالهيه لها مصداق واحد وهو واجب الوجود لا تتحمل مصداقين أبدا إذا هذا الذي يجبر الله تعالى لهو من مخلوقاته لأن المخلوق ضعيف محتاج وإما إله آخر خلاف التوحيد أو مفعول لإله مخلوق لإله إذا انتفى الإله الثاني مخلوقه ينتفي من باب أولى لأجل التوحيد هذه واضحة جدا لا إشكال فيها والأول أيضا محال لماذا؟ لأن المخلوق لا يمكن أن يجبر الخالق لاستلزامه تأثير المعلول بوجوده القائم بالعلة المتأخر عنها المتأخر عنها في وجود الوجود علته التي يستفيض عنها الوجود مستحيل أن المتأخر يؤثر في المتقدم والضعيف يؤثر في القوي. والمعلول يؤثر في العلة خلف في كونه معلول نعم اجتماع الناقضين فكون الواجب تعالى مختارا في فعله لا ينافي إجابه الفعل الصادر عن نفسه ولا إجابه الفعل ينافي كونه مختارا فيه هنا ينتقل بعدما أثبت حرية الاختيار للذات المقدسة الآن كيف ينسجم هذا الاختيار مع وجوب الفعل؟ نحن نقول وجوب الفعل ناشئ من هذا الاختيار ناشئ من العلم والإرادة المختارة نعم الإرادة المختارة هما سببا تعين الفعل بهذا الوجوب نعم فكون الواجب تعالى مختارا في فعله يعني ليس مجبرا بقوة أخرى خارجة عن ذاته لا ينافي ايجابه الفعل هو الذي يوجب الفعل بعلمه وارادته الصادر عن نفسه شو الفعل من اين صادر من الواجب يعني كما يقول ابن سينا وجوب عنه وليس وجوب وجوبا عليه حتى يلزم الجبر ولا ايجابه الفعل ينافي كون الواجب تعالى مختارا فيه لا مختار لان هذه الامور كلها علل للفعل وبعبارة جدا بسيطة، مرة تنظر إلى الفعل بما هو فعل؟ تقول هو ممكن. ممكن. يعني يمكن أن يتحقق وممكن لا يتحقق. هذه نظرة، هذه نظرة النظرة البسيطة. مرة تنظر نظرة سياق تواجد الفعل، هذه النظرة المركبة. سياق تواجد الفعل لا يكفي الإمكان. الإمكان لبن من هذا السياق. إلا الأخرى العلم الذي يعطيك المرجح ثم الإرادة ثم ربما معدات أخرى إذا كنا في عالم الامكان الله تعالى يريد خلق إنسان ما يريد خلق إنسان ما فأرادت تترشح معدات ما هي الوالدين الشروط الموضوعية سلامة الصحة و و وثم يتحقق الفعل بالوجوب، الوجوب بالغير أو الوجوب بالقياس لا فرق. إذا يجب أن ننظر إلى المسألة هكذا مرة في الفعل بما هو ممكن، مرة في الفعل في سياقه، سياقه التحقق في سياقه التحقق يتحقق بلبلة العلم أولاً، ثم الإرادة الذي على أساس ترجيح السابق في العلم. تحقق الفعل باختيار. إن الجبر غير موجود ولا معنى له. فيكون الفعل ممكن من جهة، وواجب في سياق. ممكن في حالة البسيطة، واجب في حالة المركبة. واضحة جدا المسألة. وأما حدوث العالم، يعني ما سوى الله. بمعنى ما سوى الواجب. حدوثا زمنيا. فمعنى حدوث العالم حدوثا زمنيا كونه مسبوقا بقطعة من الزمن في هذه القطعة فراغ فراغ وجودي فراغ خلقي نعم خالية من العالم ليس مع إلا الواجب تعالى ولا خبر عن العالم بعد فراغ خلقي مثل الفراغ الدستوري هنا فراغ خلقي نعم جيد الإشكال الذي يرد على المتكلم الزمان هذا من أين جاء هل هو واجب تعدد الآلهة مخلوق يكون مسبوق بالزمان ونقع في التسلسل أو الدور هذا أولا ثانيا الزمان مقدار الحركة والحركة تعرض المواد فيكون الزمان قديما والحركة قديمه والمادة قديمة والمادة بدون صورة صورة قديمة والسرعة قديمة والمسافة المقطوعة الوهمية كل هذه قديمة فنقع في القدماء فالمتكلم لا يدري بهذه الكوارث نعم والحال أن طبيعة الزمان طبيعة الزمان طبيعة كمية ممكنة موجودة معلولة للواجب تعالى ومن فعله فهو من العالم يعني الزمن من العالم ولا معنى لكون العالم وفيه الزمان حادثا زمانيا مسبوقا بعدم زماني ولا قبل زمني خارج من الزمان نعم يلزم التسلسل يلزم الدور يلزم هذه الاشكالات التي بيناها تعدد القدماء وقد استشعر بعضهم بالاشكال بعض المتكلمين عندهم عقل في الغزالي ماذا قال فدفعه بدعوى أن الزمان أمر اعتباري وهمي غير موجودين إذا أحاله إلى النظم المنطقي يعني الزمان حيث اعتباري فقط وهمية ما معنى يعني لا مصداق واقع له إذا ما في بدء إذا كان الزمان اعتباريا وهميا يعني ما في بدء هذا هو القدم الزماني الذي يقول به الفيلسوف وكيف يعالج الفيلسوف هذا القدم في دائره الخلق بالإمكان وليس بالحدوث بلاك الخلق والإمكان هذا العالم امتد في الأزل امتد في الأبد انظر إلى هويته ممكنة أم واجبة تقول ممكنة انتهى الأمر فهو فقير في ذاته موجود بعلته وهو مردود لأن الدعوة كونه كون الزمان اعتباريا وهميا اعتراف بحدوث بعدم حدوث الزمان حقيقة يعني ما في بدء زماني للوجود الخلقي لما سوى الله تعالى وهذا هو القدم الزماني كيف نفر من القدم الزماني حتى لا نقع في صفة الواجب في هذا العالم نقول الإمكان ملاك الخلق والإمكان الإمكان لائق تضاء وليس الحدوث ودفع الإشكال ودفع الإشكال بعضهم من هذا البعض نعم لم يذكروا الـ 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 الأسماء فقط الـ الكتب ودفع بعضهم الإشكال ودفع الإشكال إشكال مفعول به بعضهم بأن الزمان حقيقة منتزعة من ذات الواجب تعالى من حيث ثبقاؤه يعني الله تعالى باقي لا يرفع من الوجود لأنه واجب الوجود الوجود عينه ذاته فعنده صفة البقاء ننتزع من منها الزمن يعني هذا العرفي المتكلم العرفي يقولون المتكلمون قطعوا الأمة دمروا الأمة أوجدوا الطائفية في الأمة والعرفاء وحدوا الأمة لأن يعني العرفاء ربطوا الأمة بالله تعالى والمتكلمون ربطوهم بالأشخاص حتما نقع في هذه المشاكل نعم انظر هذه الحماقة يعني الزمان لهذه الذي هو في حقيقة حقيقته متصرم ينتزعه من الذات الإلهية والمنتزع يطابق المنتزع منه فتكون الذات الالهيه سياله متحركه من سلخ المواد. في حماقه اكثر من هذا. هذه الحماقه المعرفيه بامتياز. من هذا المتكلم الغبي. نعم. ورد بان لازمه لازم هذا الامر يعني انتزاع المتصرف من 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 الذات الالهيه بان لازمه التغير في الذات الواجب تعالى لان السيال متغير داثر نعم سيال فالذات تكون متغيرة زائلة ورد بأن لازمه التغير في ذات الواجب تعالى وتقدس فإن المنتزع عين المنتزع من هذا قانون قانون الذهن هذا بنية ذهنية أن ما يتعين في في النظم المنطقي منشأه في الواقع الخارجي فإذا انتزعنا مفهوم الزمان وهو الذي يحكي عن السينان والاندثار والتغير إذا المنشأ يتغير نعم فإن المنتزع عين المنتزع منه وكون, وكون الزمان متغير بالذات ضروري فالذات تكون متغيرة ضروريا فيلزم الحدوث في الذات مخلوقية ومخلوقية أتعس المخلوقيات المادية فالله تعالى يكون ماديا ثانيا اولا ثم متغيرا ثانيا يعني حماقه بعد حماقه واجيب عنه وهذا المتكلم كانه يعني يفهم فهم الكارثه بان من الجائزه من بان من الجائز ان يخالف المنتزع المنتزع منه بعدم المطابقه يعني هو يضرب البنيه الكونيه والبنيه الذهنيه والبنيه الواقعيه لاجل ما مبناه حبا لك ولمعرفتك نعم كيف يعني هذا النظم المنطقي لا علاقة له بالنظم الخارجي في شرخ بين النظم المنطقي والنظم الواقعي يلزم الصفصطة من جهة يلزم لغوية هذا النظم المنطقي ومن الإشكالات وهو مردود بأن تجويز المغايرة بين المنتزع يعني النظم المنطقي والمنتزع منه النظم الواقعي من الصفصطة شرخ بين النظم المنطقي والنظم الخارجي ويبطل معه العين من رأس نعم كشفية تنتفي ويصير هذا النظم المنطقي لغوان نعم على أن في اعتراف ببطلان أصل الدعوة أنت اعترفت بأن هذا عدم المطابقة إذا الزمن غير موجود في الخارج إذا كان الزمن غير موجود يعني ما في سبق زماني ما في حدوث بالمعنى الكلامي وأما قول القائل إشكال آخر بجواز أن يختار الفاعل المختار أحد الأمرين المتساويين دون الآخر لا لمرجح يرجحه يعني فقط الإرادة ملاك الفعل الإرادة تترشح منها حرية الاختيار ويختار الفعل على اللا فعل ألف على اللا ألف فقط ما في عقلانية نحن بنينا على أصل بنيوي ما هو حرية الاختيار التي تحقق الفعل تبدأ من العقلانية يعني المرجحات والدواعي والاراده ثم الاراده تتعين في جهه ما، هذا التعين في جهه ما يسمى الاختيار او حريه الاختيار. حريه الاختيار هذا مصطلح غربي جديد جميل. حريه الاختيار ليس فقط الاختيار، حريه الاختيار، الحريه تتصل بالاراده، الاختيار يتصل بالعقلانيه. نعم. فهذا المستشكل يرى أن الفعل يترشح فقط في الإرادة فقط العقلانية لا نعم وقد مثلوا له مثلوا لهذا الآمر نعم بالهارب من السبع إذا عنا له لهذا السبع ظهر له طريقان متساويان يعني هذا الـ لا ليس السبوع إذا عنا له الهارب طريقان ظهر له طريقان ظهر للهارب طريقان متساويان فإنه يختار أحدهما لا لمرجح فالترجيح من المرجح جائزون هذا كلام الظاهر الأشاعرة نعم خرطون يعني إذا فهمهم للفعل الاختياري هو الاراده تكفي اذا الترجيح الذي تهندسه العقلانيه او العلم لا معنى له عندهم ونحن نقول لا لا يمكن ان تميل الاراده الى جهه ما حتى يتعين باختيار فعل ما على اللافعل بدون مرجح هذا لا يمكن خرافة كبيرة جدا ففيه ارض الاشكال انه دعوة من غير دليل أنتم تتحدثون فقط هكذا نعم واذا ثبت في بنية الاشياء ان حرية الاختيار التي يترشح من الفعل قائمة بأمرين الارادة والعقلانية العقلانية فضاء المرجحات الدواعي فكل الأمثلة الحسية التي تظهر منها عدم الاحتياج فيها إلى المرجح هذه يجب أن تفهم جيدا لأن لا تضرب ما نعاينه من الواقع لا يضرب القاعدة اليقينية والبنيوية نعم على أن نعم ففيه أنه دعوة من غير دليل ما عندكم دليل وأصلا هذا ليس م... من سلخ الذي يستدل عليه لبنية أن حرية الاختيار قائمة بالإرادة والعقلانية وقد تقدمت الحجة على أن الممكن المساوي الجانبين يحتاج في ترجح أحد الجانبين إلى مرجح نعم إلى علة وهذه العلة علة علمية علة علمية لأننا نحن في مقام الاختيار الثواع التي ليس هل لها العلم لا تفعل بالاختيار حيوانات بالغريزة وإرادتها غريزية ليس إرادة علمية والأحجار صن لا إرادة لها ولا وعي طبيعتها مقهورة بفواعل عليا حتى تصل إلى غاياتها نعم فإن قيل إن المرجح هو أن المرجح والفاعل مثلا بإرادته كما مر في مثال الهرم من السبع نعم راجع وبين أن ماذا أن الإرادة هي التكفي لترشح حرية الاختيار والفعل أجيب بأن مرجعه إلى القول الآتي وسيأتي بطلانه سيأتي القول وأما مثال الهارب من السبع فما منوع السيد العلامة يأتي الآن ويناقش المعاينة قبل مناقشة هذه المعاينة الإنسان يهرب من السبع عنده طريق ألف وطريق باء ما في أي فرق بين الطريقين نعم إما يقف يأكل السبع أو يهرب الوجدان يقول يهرب إذا هو رجح الطريق ألف على باء بدون مرجح لأن التساوي من جميع الجهات هذا المستشكل هكذا يرى الامور قبل الدخول في بيان كلام السيد العلامه فقط ابين ما معنى السبع، السبع حيوان مفترس يقسم فريسته الى سبع قطع، نعم يسبعها يقطعها سبع قطع، نعم سموه السبع. يقول وأما مثال الهارب من السبع فممنوع بل الهارب المذكور على فرض التساوي يقول على فرض التساوي يعني هذه واقعية لا تتحقق من جميع الجهات يقف في موضعه ولا يتحرك أصلا لماذا انتفاء مرجح تبقى الإرادة معلقة فلا يفعل ولا يمكن أن يفعل ولهذا السيد علم يقول على فرض التساوي من جميع الجهات يقف في الموضع ولا يتحرك اصلا، حكم العقل هذا حكم بنية الاشياء هذا هو العقل السرمدي اذا حتما هناك مرجح ما، ما هو المرجح؟ ان بعضهم يقول ظاهر بن رشد يقول كلا الط... كلا الطريقين يؤدي الغرض يؤدي الغرض يعني التساوي من جميع الجهات صر... صرنا انتقلنا من شخص الطريق الى نوع الطريق النوع الطريق هو الذي يؤدي الى يؤدي الى الهدف فيتحرك فهو يتحرك من هذا الطرف له ذلك من هذا الطرف له ذلك هنا يتحرك في النوع يعني النوع هو المرجح يقول هكذا في في عقله يقول كلاهما يؤدي الغرض ما معنى يعني يخلصني من هذا السبع نعم إذا تساوى الشخصان من جميع الجهات نعم يؤدي الغرض المهم يؤدي الغرض هذا يؤدي الغرض يؤدي الغرض وهذا بالوجدان يراه الانسان ولا يقف لأن عنده هذا المرجح نعم على أن جواز الترجح الممكن من غير المرجح ينسد به الطريق ينسد به طريق إثبات الصانع تعالى نعم هذا إشكال كبير جدا معني الواجب يخلق العالم ما سوى الله يخلق العالم ما سوى الله فكيف خلقه؟ فقد إرادته بدون مرجح هذا لا يمكن إدامة البحث تأتي إن شاء الله, الله ما صل اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد